تنش طريقة تقدر تاخد بيها مني أي كلمة. كمان أنت ما عندكش وقت. مين دول؟ مش مهم مين، المهم اللي ملف معانا. طب انت كويس؟ اطلع بسرعة. دي تاني مرة يرجعك ليا قفاك يا عمر عيش، وتاني مرة تفشل يا جلال. انت عارف انا ما بحبش الفشل. عارف عارف سعادتك، بس اوعدك اللي حصل ده مش هيتكرر تاني ابدا. هعمل ايه بوعودك يا جلال؟ بقول لك يا جلال، انت راجل ولا لا؟ راجل عليا! راجل سعادتك. كويس ان انت قلت كده. واحنا في شغلتنا بقى يا جلال، الراجل اللي بيغلط بيدفع ثمن غلطته، زي ما خالد الله يرحمه غلط ودفع ثمن غلطته. واظن خالد مش ارجل منك، ولا انت شايف ايه؟